من جديد أهلا بكم. ما زلنا نواصل هذه التغطية اللي بنرصد فيها تطورات الأوضاع في أوكرانيا، وخاصة مع تصاعد الأحداث خلال الساعات القليلة الماضية. ونبدأ من أوكرانيا. دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي نظيره الروسي للجلوس على مائدة المفاوضات بعد أن نفذت موسكو عمليات عسكرية طالت العاصمة كييف. ووفق وكالة الأنباء رويترز، قال زيلينسكي: أدعو المواطنين الأوروبيين للتظاهر للضغط على حكوماتهم لاتخاذ قرارات حاسمة. فرد الفعل الأوروبي غير كاف، وكذلك المساعدات في حين تهاجم الدبابات الروسية شعبنا. أضاف الرئيس الأوكراني أنه يعني مازال العدوان مستمر على بلادنا. ودعوني كمان أذكر حضراتكم ببعض البيانات الهامة اللي ضروري يعني نتوقف عندها ونطلع حضراتكم عليها، ويعني بنذكركم أيضا أنه الصور الموجودة أمام حضراتكم هي لايف من العاصمة كييف وما يحدث فيها. إذا قالت وسائل إعلام أن الرئيس الروسي في اتصال مع نظيره الصيني يعرب عن استعداده لمفاوضات رفيعة المستوى مع أوكرانيا. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره الصيني في اتصال هاتفي استعداد روسيا لعقد مفاوضات رفيعة المستوى مع أوكرانيا وفقا لوكالة أنباء الصين الرسمية. أيضا قالت محطة التلفزيون المركزي الصيني اليوم الجمعة أن رئيس البلاد أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويمكن خلال هذا الاتصال دعا الرئيس الصيني نظيره الروسي إلى تشكيل آلية أمنية أوروبية فعالة ومستدامة. أيضا هذه بيانات يعني حدثت الآن، ويعني بنحاول أن نطلع حضراتكم عليها. أكد أيضا الرئيس الصيني أن الصين تدعو لتسوية بين روسيا وأوكرانيا. من جانبه قال الرئيس الأوكراني: أدعو بوتين للجلوس معي على مائدة المفاوضات. دعا الرئيس الأوكراني زيلينسكي نظيره بالفعل للجلوس على مائدة المفاوضات بعد أن نفذت موسكو عمليات عسكرية طالت العاصمة كييف. إذن دعونا نلقي نظرة على هذا البث المباشر ونعود لحضراتكم مرة أخرى. إذن الأحداث تتصاعد خلال الساعات القليلة الماضية، بدأناها من أوكرانيا، وأكدنا أن الرئيس الأوكراني دعا نظيره الروسي للجلوس على مائدة المفاوضات بعد أن نفذت موسكو عملية عسكرية طالت العاصمة كييف. وفق وكالة رويترز، قال زيلينسكي: أدعو المواطنين الأوروبيين للتظاهر للضغط على حكوماتهم لاتخاذ قرارات حاسمة. فرد الفعل الأوروبي غير كاف، وكذلك المساعدات في حين تهاجم الدبابات الروسية شعبنا. أضاف أيضا الرئيس الأوكراني أن أوروبا ما زال بإمكانها وقف العدوان إذا تحركت بسرعة. أيضا أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية إسقاط مقاتلة روسية، وقالت إن طائرة أوكرانية تسقط طائرة أخرى روسية.
جديد. هي أكد الرئيس الأوكراني أن القتال الدائر بالقرب من حصن تلوى بعض المناطق الأخرى شرقي البلاد عنيف للغاية ومات الناس هناك، لكن أوكرانيا تواصل الكفاح من أجل شعبها، وكان هذا وفق تغريدة كتبها اليوم الجمعة على مواقع التواصل الاجتماعي. ذهابا أيضا للجانب الروسي، سنجد أنه أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الجنود الروس يقاتلون برجولة وبسالة وسيحققون كل الأهداف الموضوعة أمامهم في العملية العسكرية على الأراضي الأوكرانية. هذا وقد أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الخميس بدء عملية عسكرية شرق أوكرانيا، الذي اعترفت روسيا باستقلاله قبل يومين وأبرمت مع قادته اتفاقية بالتزامن مع بدء التحرك البري العسكري في مدن أوكرانية خلال الساعات الماضية. أيضا قال بوتين إن بلاده لا تنوي احتلال أوكرانيا وإنما حماية إقليم شمال شرقي البلاد والذي يضم جمهوريتين، ومحذرا من أي تدخل خارجي في أوكرانيا، ودعا في الوقت نفسه الجيش الأوكراني لإلقاء السلاح. أضاف أيضا بوتين خلال اتصال هاتفي مع نظيره السوري بشار الأسد اليوم الجمعة أن العملية العسكرية الخاصة تهدف إلى عودة الاستقرار ووقف معاناة السكان هناك التي تعرضوا لها خلال السنوات الثمانية الأخيرة. أشار الرئيس الروسي أيضا إلى أن بلاده بقيت تعتمد على المفاوضات الدبلوماسية خلال السنوات الماضية ولم تتخذ القرار باستخدام القوة إلا بعد أن أعلنت السلطات الأوكرانية المدعومة من الغربيين عدم التزامها بالاتفاقيات المصدقة من قبل البرلمان للبلدين، وبعد أن تقدمت جمهوريتين بطلب لتقديم الدعم العسكري هناك حسب وصفه. في ذات السياق، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن روسيا لا تريد أن يحكم النازيون الجدد أوكرانيا، ومردفا مستعدون للحوار عندما يوقف جيش أوكرانيا القتال ولا أحد يخطط لمهاجمة الشعب الأوكراني. تابع وزير الخارجية الروسي وقال يجب الاعتراف بحقوق سكان هذه المنطقة ومنحها الحقوق، وسنعود للحوار لتحرير أوكرانيا من العسكرة والنازية. أيضا في وقت سابق ذكر الجيش الأوكراني أنه رصد نحو 3 جواسيس روس على بعد 3 أميال من العاصمة كييف. وقالت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية تسيطر على جزيرة في البحر الأسود عقب استسلام نحو 82 جنديا أوكرانيا. وكان الجيش الأوكراني أعلن في وقت سابق عن وصول أعداد كبيرة من المدرعات الروسية إلى المشارف الشمالية للعاصمة كييف. أيضا من ضمن البيانات الهامة يعني ضروري نطلع حضراتكم عليها خاصة بالجيش الأوكراني، الجيش الأوكراني قال أنه يقاتل وحدات من المدرعات الروسية في مدينتي ديمير وإفانكيف الواقعتين على التوالي على بعد نحو 45 و80 كيلومتر شمالي العاصمة. أيضا إلى أوكرانيا نتجه، حيث قالت أوكرانيا أنها أعلنت أو قالت وزارة الدفاع الأوكرانية تحديدا أنها أعلنت تسليم نحو 18,000 بندقية آلية للمدافعين عن عاصمة كييف، والتي تشهد منذ صباح اليوم الجمعة عمليات إطلاق نار بالقرب من الحي الحكومي. أيضا من جانبه قال الرئيس الأوكراني أنه أخبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال اتصال هاتفي أن بلاده بحاجة إلى دعم شركائها الآن أكثر من أي وقت مضى. أضاف زيلينسكي عبر تويتر نطالب برد فعال ضد روسيا، وأكد على ضرورة تغليظ العقوبات ضد موسكو. في السياق ذاته أيضا قالت هيئة تنظيم الطيران المدني في روسيا أنها ستمنع كل الطائرات المرتبطة ببريطانيا من دخول مجالها الجوي بعدما فرضت لندن عقوبات على شركة الطيران الروسية إيرفلوت ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا. كما أعلن الجيش الأوكراني أن القوات الروسية تقترب من العاصمة كييف في المحورين الشرقي والشمالي الشرقي حسب ما أفادت البيانات العاجلة منذ قليل. أيضا شهود العيان ذكروا أنه جرى سماع ذوي انفجارات هائلة في مدينة خاركيف شرقي أوكرانيا،
فيما قالت روسيا أنها تعرف نقاط ضعف الغرب وتجهز حزمة عقوبات ردا على العقوبات التي فرضها على موسكو. أيضا في وقت سابق ذكر الجيش الأوكراني كما ذكرنا أنه رصد نحو 3 جواسيس روس على بعد 3 أميال من العاصمة كييف. قالت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية تسيطر على جزيرة زمينيف في البحر الأسود عقب استسلام نحو 82 جنديا أوكرانيا، والجيش الأوكراني أعلن عن وصول أعداد كبيرة من المدرعات الروسية إلى المشارف الشمالية للعاصمة كييف، حسب ما أفادت أيضا البيانات التي وردت إلينا منذ قليل. والجيش الأوكراني يقول أنه يقاتل وحدات من المدرعات الروسية في مدينتين، ويعني كان هذه المعلومات الأهم المتوفرة لدينا. دعونا نذهب إلى ردود الأفعال العالمية. صحيفة الجارديان البريطانية قالت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يواجه محاولات لعزله دبلوماسيا عقابا على الغزو الروسي لأوكرانيا، لافتة إلى أن الدبلوماسيين يبحثون عن إمكانية إزالة روسيا من العضوية الدائمة لمجلس الأمن الدولي على أساس أن روسيا أخذت مقعد الاتحاد السوفيتي بعد حله في عام 1991 دون تفويض مناسب. كما يبحث الدبلوماسيون أيضا فيما إذا كان هناك أساسا للإطاحة بروسيا من رئاسة المجلس، ويتم تدوير رئاسة المجلس بشكل شهري بين دول الأعضاء ال15، مما يسمح لحامل الرئاسة بتشكيل أجندته الشعرية ورئاسة اجتماعاته أيضا. أظن كان مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة يترأس اجتماعا طارئا لمجلس الأمن في نيويورك ليلة الأربعاء الماضي مع إعلان بوتين لبدء الهجوم على أوكرانيا. وبدأ المبعوث الروسي الجلسة بقراءة نص تم إرساله إلى هاتفه من الكرملين يبرر الهجوم، وأصر على أنه لا يوجد غزو. قال إن عملية عسكرية خاصة يتم تنفيذها في شمال البلاد. يجري التفاوض خلف الكواليس على تحرك من مجلس الأمن لإدانة روسيا ومطالبتها بالانسحاب غير المشروط، وسيتم مناقشته على الأرجح الجمعة، إلا أن روسيا كعضو دائم في المجلس سيستخدم حق النقد. أيضا قال الرئيس أو قال السفير الأوكراني لدى الأمم المتحدة أنه في اجتماع الأربعاء أن المادة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة تنص على أن الأمم المتحدة مفتوحة فقط للدول المحبة للسلام، وهذه الدول التي تقبل شروط الميثاق. وقال أن تصرفات روسيا تظهر أنها لا تستطيع الامتثال لهذه الشروط. أما المندوب الأوكراني طالب الأمين العام للأمم المتحدة بتوزيع مذكرات قانونية مكتوبة على مجلس الأمن والتي كتبها المجلس القانوني للأمم المتحدة في 19 من ديسمبر، بالسماح للاتحاد الروسي بالانضمام للمجلس للاتحاد السوفيتي. على صعيد آخر أيضا، أعلنت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا فرض تكاليف سريعة ومنسقة وشديدة على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية ضد أوكرانيا. وجاء ذلك وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني يوم الجمعة خلال مكالمة هاتفية بين نائبة وزير الخارجية الأمريكي وأمين عام وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية الفرنسية أيضا، وأمين عام وزارة الخارجية الألمانية، والأمين العام لوزارة الخارجية الإيطالية، ووزير الدولة لشؤون أوروبا وأمريكا الشمالية بوزارة الخارجية البريطانية. أيضا أدانت شرمان نظرائها بالشدة للهجوم الروسي المتعمد والمستفز وغير المبرر على أوكرانيا. وأعربت نائب وزير الخارجية الأمريكي عن دعم واشنطن الثابت لأوكرانيا وشعبها، مؤكدة التزام الولايات المتحدة القوي والدائم بالوحدة عبر الأطلسي. إذا دعونا نلقي نظرة مرة أخرى يعني على هذه الصور وعلى هذا البث المباشر، ونعود لحضراتكم بالمستجدات من البيانات في الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
إذن هذا بث مباشر من العاصمة كييف. شكرا لمتابعة حضراتكم هذه البيانات التي يعني استطعنا أن نطلع حضراتكم عليها حتى الآن. تابعونا في المزيد. إلى اللقاء.